هبلتهم حمقتهم أخلتهم سكين عليها يسال وضرتهم على حياتهم وأخلته يبكي قدام الرجال وهبلتهم حمقتهم أخلتهم سكين عليها يسال وضرتهم على حياتهم وأخلته يبكي قدام الرجال قدام الرجال يخدم برا في الدار هي ناسها ناري ويلا جاب الفلوس ناقصها يبقى فيا مسكين هبلوه نساها وادي راغي نسا وعليه عساها يخدم برا في الدار وهي ناسها ناري ويلا جاب الفلوس ناقصها يبقى فيا مسكين هبلوه نساها هبلاتهم حمقتهم أخلتهم سكين عليها يسال وضرتهم على حياتهم وأخلته يبكي قدام الرجال قدام الرجال العيشة مع عمري راهي دايما هي سبب عذابه هي الحكمة تفيق ونص الليل والناس نايمة ويقول كاتب غيني وعلي يا رايمة العيشة مع حبي راهي دايما هي سبب عذابه هي الحكمة وهبلاتهم حمقاتهم أخلتهم سكين عليها يسال وضرتهم على حياتهم وأخلته يبكي قدام الرجال وهبلتهم